مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع حلقة جديدة هنشوف فيها كل اللي بيحصل على أرض مصرنا الحبيبة من أخبار اقتصادية واستثمارية وكل اتجاهات الاستثمار وآخر الأخبار اللي بتحصل على أرض مصر. في البداية زي ما متعودين بنشوف آخر الأخبار. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة كان في اجتماع مع وزير العدل وشباب القضاة والعاملين في مجال القضائي ووزارة العدل. الرئيس بيهتم بالحالة القضائية لأن القضاء هو اللي بيمثل سلطة الدولة وانتظام الحالة في الشارع أو في التعاملات، سواء كانت اقتصادية أو استثمارية، أيا كان تعامل لازم يكون في انضباط من الناحية القضائية وناحية العدل. العدل بتمثله وزارة العدل والاتجاهات القضائية المختلفة في الدولة، وهي دي اللي بتمثل مدى انضباط الدولة. كل ما كان العدل منضبط وكل ما كانت الحركة القضائية والحركة النيابية مظبوطة جوه الدولة، كل ما كان ده دليل ان احنا بالفعل دولة منتظمة، دولة حقيقية ليها منظومة ثابتة، ليها اتجاه واحد، يقدر المواطن ان هو ياخد حقه، مفيش تفرقة بين اي حد في الشعب المصري، كلهم زي بعض، كلهم بيتعاملوا نفس المعاملة، كلهم سواسية امام القانون. الرئيس بيدي اهتمام جدا بتوافر العدالة والعدل وضبط الحياة القضائية داخل ارض مصر. ده كان خبرنا الأول. في خبر تاني امبارح، الكثير والكثير من المصريين نزلوا احتفلوا في شوارع المختلفة في مصر والميادين المختلفة، وكان في تجمع كبير جدا عند المنصة في مدينة نصر احتفالا بمرور 47 عام على حرب أكتوبر المجيدة وبداية شهر أكتوبر، وهو شهر الانتصارات والشهر اللي قدرنا ان احنا نحرر فيه ارضنا الغالية ونسترد سينا اللي اتدفع تمنها غالي من ارواح ومن شباب مصر. سينا اتساءت بدم الشباب المصريين بارواحهم وبحياتهم ومستقبلهم عشان نجيب سينا مرة تانية، وعشان كمان احنا النهاردة نقدر نعيش في الامن والامان. دايما الـ الشباب المصري، الجنود العاملين في القوات المسلحة والشرطة المصرية بيقدموا أرواحهم فدا للأجيال اللي موجودة والأجيال اللي بتيجي بعد كده. فالمصريين مقدرين الأعوام اللي فاتت والأمن والأمان اللي مرينا بيه بسبب التعب والجهد والأرواح اللي اتدفعت في أرض سينا الغالية. طبعا دي ظاهرة احنا بنشوفها جديدة على الشعب المصري، ان هو لما بيبقى في حاجة عايز يعبر عنها او مبسوط منها بينزل في الشارع بيحتفل، الناس بتتلم مع بعض، محدش بيقدر يضايقهم، بيسيبوهم يتحركوا براحتهم، لان هم في الاخر بيمثلوا ظاهرة عبارة عن مجموعة من مشاعر المصريين بيعبروا عن فرحتهم عن سعادتهم، بيبينوا للعالم ان احنا دولة امن وامان، ان احنا بننزل الشارع براحتنا، ان مفيش اي حاجة، ان الامن منضبط جوه البلد، ان احنا بنعبر عن حبنا للاجيال اللي سابقة لاهالينا والاخواتنا ولكل الشباب اللي راحوا فدا سينا في حرب اكتوبر المجيدة. هنبتدي النهاردة حلقتنا، معانا ومعاكو هيكون هنكمل فيها نفس الحوار اللي ابتديناه عن قانون المصالحات في المخالفات العقارية. قانون المصالحات، قانون المصالحات ده قانون اتعمل عشان يعبر بينا النفق المظلم اللي كان موجود من استمرار الناس في التجاوز في المباني، استمرار التهاون من الاتجاهات المختلفة، كان هو حل وعلاج لإيجاد شهادة ميلاد جديدة للعقارات اللي كانت مخالفة وضبط الحالة الجديدة للعقارات في الفترة القادمة.
كمان في خبر كان مهم جدا، ان معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان صرح ببداية إعادة تشغيل البنى في المدن العمرانية وداخل المحليات اللي كانت موقوفة فترتها 6 شهور. قال ان هم ممكن يبتدوا يكملوا لو في حاجات لحد الدور الرابع بما فيها واجهات او تنفيذ اشياء داخليه. هيكون معانا النهارده ومعاكم الدكتور سيف الدين احمد فرج، الاستشاري الهندسي طبعا، دكتور كليه الهندسه الكبير، وهنتكلم معاه عن توجهات القانون المصالحات وكمان عن توجهات السوق. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد اخبارك ايه؟ لله الحمد لله. منورنا. منورة بيك يا دكتور. طيب في البداية احنا يعني شايفين خطة من الدولة لإعادة عمل تاريخ ميلاد أو شهادة ميلاد للعقارات المصرية، لأن طبعا الثروة العقارية دي حاجة كبيرة جدا. فالدولة خدت توجه إن هي تعمل الناس شهادات ميلاد للعقارات اللي عندهم وتعيد تنظيم المنظومة العقارية بشكل جديد. طبعا عشان ده يحصل طبعا بتمر بمراحل كتير جدا. القانون ابتدى فعلا يتفعل وابتدوا يشتغلوا عليه، بس مازال في نقطتين، ويمكن النقطة الأولى دي أسأل حضرتك فيها، لأن حضرتك بتدمج بين إن حضرتك أستاذ هندسة وبين إن حضرتك ليك شق في التقييم العقاري. القانون لما اتعمل المحليات كان ليها وضع خاص والمدن الجديدة كان ليها وضع مختلف. المدن الجديدة مخالفات اللي موجودة جواها واضحة، يا إما روف يا إما بدروم، مش هتلاقي أدوار زيادة، مش هتلاقي، هي كلها عبارة عن 3 مخالفات تقريبا محددين، يا روف يا بدروم يا إما اللي هي بيتقال عليها زيادة عدد الوحدات في الدور، يعني لو هو الرخصة فيها وحدتين بقوا 3. بس مازال أهالي المدن الجديدة وعلى رأسهم التجمع الخامس والشروق، التقييم السعري لقيمة المصالحة ما زال مرتفع، رغم ان هم لما اتكلمنا في الموضوع الدولة ساعدت برضو وخفضت، عمل التخفيض من 15 ل 20%، لكن ما زالت القيمة غالية. يعني النهاردة مثلا الشروق بتوصل تقريبا 1000 جنيه المتر، التجمع بتتكلم في 1400 1500 على اختلاف المناطق، اقل حاجة هتلاقي 1200. بحكم بقى حضرتك مقيم عقاري، التقييم ده بيتم بناء عن ايه؟ يعني الرقم ده ليه يبقى 1500 وليه ما يبقاش 500؟ ليه ما يبقاش 300؟ اقول لحضرتك حاجه. في البدايه قانون المصالحات نص على ان في لجنتين، تمام، لجنه تقييم ولجنه فنيه. لجنه التقييم فيها 2 مقيمين عقاريين مقيدين في هيئه الرقابه الماليه، تمام، ومقيم عقاري من هيئه الخدمات الحكوميه، ومهندس من الحي او من الجهاز سواء مدينه قائمه او مدينه جديده. تمام. يبقى اعضاء اللجنه 4، واحد من الحي او من الجهاز، واحد من الخدمات الحكوميه، و2 مقيمين معتمدين. ايه اللي كان بيحصل كآليه في التقييم؟ في الاول خالص بنقسم المدينه او المنطقه اللي احنا بنقيمها لعده استخدامات، لاند يوز، ده سكني، تجاري، إداري، خدمي، صناعي، تمام، وبنحط شرايح، شرايح، تمام، دي مصفوفة. وبعد كده بندخل على المنطقة، بنقسم المدينة اللي احنا فيها لعدة مناطق ليفل بالظبط، تمام، في منطقة مستواها عالي، في منطقة مستواها متوسط، في منطقة مستواها فوق متوسط، في منطقة مستواها اقتصادي، تمام، وبنركب ده الترانسبيرنس الطبقه دي على التانيه. يعني هتلاقي سكني حضرتك عالي ومتوسط وفوق متوسط واقتصادي، هتلاقي كل حاجه من اللي فاتوا من اللاند يوز دي ليها جوه التقييم ده. بنحط كمان تالت تصنيف وهو طبقا للشوارع، بنشوف الشوارع بتاعتها، في شوارع رئيسيه، في شوارع جانبيه، في شوارع فرعيه، في شوارع ثانوية، تمام، كل واحدة من دول ليها درجة في التميز. لما بنركب التلات شفافات دول على بعض بيدوني مصفوفة كبيرة قوي، تمام،
بقدر اقيم بيها واعرف. انا النهارده الحد الادنى بتاعي في التقييم مفروض 50 جنيه، والحد الاقصى 2000. كويس. بس انا في منطقه زي الشروق او زي التجمع مش هبدا ب50، ويمكن مش هوصل ل2000. تمام. خلاص. فممكن اكون مثلا حاطط الحد الاقصى ل 1500، وهشتغل لغايه مثلا لغايه 800 جنيه. تمام. هيبقى ده الرينج بتاعي، واركبه على المصفوفه دي هيطلع بالارقام اللي هي اتوجدت دي. دي الطريقه اللي المقيمين قيموا بيها. اللي عملوا بيها التسعير. بالظبط كده. طيب سؤال بقى. طب انت النهارده لما بتعمل تسعير، يعني خلينا نتكلم نقرب من الصوره اكتر بشكل مهني بقى زياده. انت ما بتقيم عقار او بتقيم قيمه سوقيه، بتقيمها بناء عن عمر المنشا. طبعا. يعني النهارده واحد عنده بيت بقاله 10 سنين. طبعا. كان مشتري البيت، يعني خلينا نقول الشروق دي مثلا بقى لها 15 سنه. الناس مثلا كانت بتشتريها المتر ب 1000 جنيه. مظبوط. انت النهارده هتصالحه ب 1000 جنيه؟ لا. ما هو برضو يعني لازم يبقى لها، لان عمر المنشا ده بيخش في حاجه اسمها الاهلاك الطبيعي. بالظبط. بالظبط. لازم. طب ده ما اتحسبش. لا لازم. لازم كل ده بيتحسب عندي، بيتحسب جوه المنظومه بتاعه تقييم عقار. لازم. يعني انا كنت عضو في اللجنه بتاعه شيخ زايد. تمام. شفنا المباني القديمه خدت ارقام اقل، لان عمر المبنى يمثل محور مهم، لان نسبه اهلاكه بتبقى اعلى. بالظبط. وتكاليفه بعد كده اعلى في الصيانه وفي بالظبط. ما هو كل ما عمر المبنى كبر يبقى سعره بيقل وصيانته بتزيد. بالظبط. بالظبط. تكاليفه بتعلى. فاحنا عندك عربيه قديمه. بالظبط. هتصرف عليها اكتر من عربيه جديده. بالظبط. فاحنا حطينا في اعتبارنا عمر المنشا. عمر يعني المنطقه دي مبنيه سنه كذا، المنطقه دي بتتحط في الاعتبار لدى المقيم، لازم تتحط. تمام. وكلهم حطوها. طيب ولو القيمه ما زالت عاليه، ايه الوسيله انها تتخفض؟ يعني هل دي حاجه بتتخفض بصفه شخصيه؟ يعني لا. يعني سلطه متروكه، يعني مثلا في المحافظات المحافظ من حقه انه يخفض، سلطته عنده سلطه انه يخفض. ما دي سلطه سياسيه حضرتك. هل بقى رئيس الجهاز عنده سلطه ان هو يخفض هو شخصيا، ولا لازم رئيس الهيئه او وزير الاسكان؟ ما هو رئيس الهيئه هو وزير الاسكان. تمام. اقول لحضرتك حاجه، لما يبقى رئيس جهاز مدينه شايف كل الناس بتشتكي ومقدمين شكوى، فاصبحت مش شكوى فرديه، اصبحت شكوى عامه. تمام. بيرفع الشكاوي دي كلها للسلطه الاعلى بتاعته، يعني هو كرئيس جهاز بيخاطب رئيس هيئه المجتمعات العمريه الجديده اللي هو الدكتور وزير الاسكان. دكتور عاصم. دكتور عاصم. يقول له انا عندي مشكله كذا كذا كذا، وبيحط بدايل للحلول، منها التخفيض، وبيقترح تخفيض يتناسب، لان اكتر واحد حاسس بالمدينه بتاعته هو رئيس الجهاز. ماشي. بس ما هو برضو ده يعني احنا كده بقينا بنقول ان الموضوع بيرجع للحاله الشخصيه. يعني رئيس جهاز قوي مش خايف انه يكتب طلب زي ده، وممكن يبقى رئيس جهاز تاني مش عايز يكتب. هو المفروض ان عندنا جميع رؤساء الاجهزه اقوياء. يعني ادي حضرتك مثال مثلا، ودي ظاهره في بعض الاجهزه بدون ذكر يعني تفصيله، او يعني في حاجات واضحه، ان هو النهارده معالي رئيس الوزراء عمل تخفيض كويس من 15 ل 20%، فالشرايح قلت مثلا اللي كانت ب 1000 بقت ب 800 لو خفضت 20%. لا رئيس الوزراء ما عملش تخفيض. لا، في تخفيض اتعمل على الشروق وعلى التجمع. لا، ده تم من وزير الاسكان مش. تمام. لا صح، قلت رئيس الوزراء. انا عارف انه رئيس الوزراء لو وزير الاسكان. اوكي. يعني انا قصدي هي لا الجهة. هو اللي عمل تخفيضات في المدن الجديده وزير الاسكان. تمام. يعني لو هو الدكتور عاصم فهو حصل تخفيض من 15 ل 20% مثلا في بعض. بالزبط. اجهزه المدن، منها مثلا الشروق، منها التجمع، منها يعني كده بشكل مختلف. شيخ زايد كده. تمام. لما بيروحوا بقى الناس يقدموا عشان يتصالحوا، تمام، بيتعاملوا معاهم بالقيمه اللي موجوده اصلا. لا، ده خطا اداري. وبيقول لك ما جاليش تعليمات. لا، انا بسالك عشان نرشد الناس. لا كده. هم النهارده لا، لما الوزير يطلع يقول حاجه والموظف الصغير ما ينفذهاش، يبقى في خطا اداري. تمام. المواطن بقى المفروض يقدم لمين يقول ده؟ بص حضرتك، للوزاره مثلا. البوابه بتاعت رئاسه الوزراء بوابه الشكاوي مفتوحه 24 ساعه. تمام. يقدم فيها شكوى.
يقول ان مفيش طبعا مطابقه طبعا لبعد ما هم عملوا طبعا. التخفيضات وعملوا الخصم. طالما الوزير وزير الاسكان طلع قرار بالتخفيض والموظف لسه قرار ما ما وصلوش، نفذوش. يبقى هنا في جاب، بقول لك ما جاليش تعليمات. يبقى هنا في جاب اداري، اوكي. في جاب اداري. ده مش خطأ الوزير لا لا مش خطأ ولا الوزير، خطأ بس انا الموظف. بسألك هي الآلية فين؟ يبقى هنا في جاب اداري، في هنا خطأ اداري. خطأ اداري يشتكي طيب بسيطة لو يعني. لو الناس ما زالت شايفة ان القيم عالية، ده ممكن يتم عن طريق التقييم؟ لا يعني يتم إعادة تقييم للمنطقة؟ اصل اقول لحضرتك حاجة، المقيمين قيموا في مصر كلها، وقعدنا شهرين بنقيم تمام. وانتهت عملية التقييم. اوكي. كل التخفيضات اللي بتتم دي ممكن نقول عليها تخفيضات، استاذنك بس نقفل جرس التليفون. كل التخفيضات دي كلها تخفيضات. بمعنى ايه حضرتك؟ المقيم لما بيخلص من حق المحافظ ومن حق انه ينزل تخفيض. رئيس الجهاز ان هو يعمل تخفيض. تمام. هذه التخفيضات تخفيضات سياسية، يعني من حق المحافظ كرجل سياسي انه يعمل تخفيض. ده لا يمس لا من قريب ولا من بعيد العملية الفنية للتقييم. تمام. هو عنده سلطة ان هو يغير. بالظبط بالظبط. انا ممكن نقفل بس جرس التليفون لو نقفل. ممكن، انا قفلته والله، او تقفل التليفون خالص. قفلته كله. تمام. يعني انا قصدي ايه، ان احنا حضرتك ممكن تظبط التليفون على ما اتكلم. انا قصدي ان احنا ايه النهارده، احنا بنظبط المنظومه، يعني الدوله بالظبط. بيعاد اعاده هيكلتها عشان تبقى مظبوطه بشكل منضبط. فالنهارده احنا بنشوف ايه الطرق اللي تكمل شكل المنظومه المنضبطه، عشان برضو احنا عايزين كل الناس تقدم وكل الناس تستفيد من، الوقت ضيق اصلا كمان. والوقت مش كبير. كويس. عدد الطلبات كتير جدا. بالظبط. والآلية مش سهلة، فعشان الناس تبقى عارفة هي رايحة فين، بالظبط. وعارفة هي بتقدم في ايه، لأن الـ الكمية كمان ضخمة. يعني انت ما بتصلحش على مثلا 500 عقار، ده الموضوع انت بتتكلم في 3 مليون، 3 مليون عقار مخالف، بتكلمش على عدد الوحدات اللي جواهم. خلي بال حضرتك من نقطة، احنا بنتكلم في 3 مليون دول اللي هم مسجلين، معانا مداخلة بس صغيرة غير كده. اللي هم مش مسجلين. تمام. احنا بس هناخد مداخلة. اهلا وسهلا دكتور احمد انيس، ده استاذنا مؤسس الجمعية الدكتور المصرية احمد لخبراء انيس، التقييم العقاري هو استاذ التقييم في الشرق الاوسط. في العالم. دكتور احمد ازيك؟ احمد اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. الحمد لله تمام. احنا كنا عايزينك تنورنا، بس انا عارف انت عندك ظروف النهارده منعتك عننا، الله يعني يكرمك، المرة الجاية إن شاء الله. الله فانا يخليك. والدكتور سيف طبعا سعداء بوجودك معانا على الهوا. الله يكرمك. وكنا بنتكلم على نقطة كده، ان مازال في بعض القيم في بعض اجهزة المدن ما زالت مرتفعة بالنسبة للناس اللي مقدمة الصالح، يعني زي القاهرة الجديدة، زي الشروق، القيمة ما زالت عالية. فكنا بنتكلم عن كيفية وجود آلية تنفع تخفض القيمة دي شوية. بص يا بيه، هو طبعا انا يعني معرفش بالظبط المناطق اللي حضرتك بتقصدها ازاي اتعملت القيم بتاعتها وتحددت. تمام. المشكله كانت انه المشرع لما حط الحد الاقصى للقيمه لمتر التصالح، تمام. ما كانش واضح في ذهنه ازاي تتحسب القيم الاخرى. تمام. هو كان متصور ان ده موجود في المعايير. الحقيقه ان المعايير فيها مجموعه من القيم ليس من بينها قيمه متر التصالح. تمام. فكان المفروض يبقى عندنا منهجيه الاول نضع بيها هذه القيمه ونعرفها بيها وبعدين نحسبها. تمام. اما هو ان احنا خلاص عدينا المرحله دي، فانا اتصور ان المساله اصبحت قرار سياسي هو اللي يحدد نقدر نخفض القيم دي ازاي. تمام. يعني ما اصبحش فيه يعني امكانيه دلوقتي ان احنا نرجع ونعيد التقييم مره اخرى بقى. فهي اصبحت قرار سياسي اما للمحافظ في محافظته او السيد رئيس الوزراء، هو اللي لو شايف ان في بعض المناطق الارقام فيها مبالغ فيها
يقدر يعني يصدر قرار بتخفيضها الى الحدود المناسبه مقارنه بالمناطق الاخرى. اصل هو احنا بنعرف كلمه عالي وواطي منين؟ تمام بنقارن المناطق المختلفه. تمام فاذا كان في منطقه بعينها واضح ان هي عاليه بالنسبه لغيرها، يعني احنا نقدر نقترح طبعا يعني منهجيه لحساب هذه القيم، بس ده هيرجعنا لنقطة المربع رقم واحد من الأول وجديد خالص يعني. فهل إحنا عندنا الوقت والرفاهية دي إن إحنا نرجع لا القصة يعني كلها لأولها بالشكل لو ده؟ في إمكانية لاستعراض بعض المناطق اللي ما زالت أسعارها غالية، ممكن إن هي يتعمل لها حالة خاصة زي ما حضرتك بتقول، يعني إن ما زال الناس بتقدم على التصالحات شايفة إن القيمة قيمة غالية بالنسبة لهم. نعم. يعني بص، هو انت قدام حضرتك يعني احد سكتين، اما انه يبقى ده قرار اداري صادر من الجهه الاداريه بالتخفيض الى حدود معينه، تمام واما انه يعاد التقييم مره اخرى بمعرفه لجان اخرى بقى. ما ينفعش نفس اللجان لجنة اللي تانية. عملت التقييم، ما ينفعش طبعا. اللجان الاولانيه قالت رايها خلاص، يعني سواء اخذ به او لم يؤخذ به ما ينفعش ترجع لها تاني. يبقى لازم انت تجيب جهة حضرتك أخرى. تجيب لجان اخرى، تختار لجان اخرى من اشخاص اخرين وهم يعيدوا التقييم. جايز اللجنه كانت اكثر تشددا، جايز اللجنه ما راعتش يعني اداء بقيه اللجان. لان حضرتك لما تقول ده عالي وواطي، انت بتقارن بالحالات المناطق الاخرى، والا هتعرف منين انه عالي او واطي؟ لا يعني النهارده بس انت مطلع على متر في الشروق ب 1000 جنيه، ما هو ده يعتبر عالي. هو انت قلت عالي عشان انت قارنته بايه؟ عشان قارنته بالقيمه اللي الراجل اشترى بيها شقته. يعني هو النهارده بيطلع على روف او دوبلكس، تمام؟ نعم. الروف والدوبلكس اساسا هم ارخص وحدتين في المنشأ. يعني الروف كان بيبقى متر رخيص جدا، والدوبلكس الوحده اللي تحت اللي هي اللي تعتبر البدروم اللي هي موازيه للجراج كانت بتبقى بنص القيمه، فهي واحده رخيصه اصلا وما دفعش فيها القيمه دي كلها، فلما يجي يتصالح عليها بالرقم ده تطلع الوحده غاليه. ما هو المشكلة بقى انه احنا بنتكلم على منهج يحدد قيمة المتر حسب موقعه. احنا ما كانش عندنا حاجة تقول هو وحسب كم متر سكني وخلاص، وفي هو متر سكني، ما بصش لقولت انه في البدروم او في الصرف. جزئيه تانية كنا بنتكلم فيها مع الدكتور سيف قبل ما حضرتك تدخل معايا، اللي هو عمر المنشأ. هو المبنى ده بقى له قد ايه؟ دي نقطة مهمة جدا يعني دي حاجه خطيره، الحقيقة انا اشتري يعني. شقه بقالي 15 سنه مثلا هتصلي بالظبط عليها زي كده. واحد بيشتري من شهرين؟ اكيد لا. بالظبط كده. هي دي نقطة مهمة جدا، العمر. ولذلك احنا القانون على حسب ما انا فاهم دلوقتي بيطبق على المخالفات ما بعد 2008. ما بعد فالحاجات اللي 2008 لحد 4 2019. ايوه بالظبط كده. لكن قصدي هو لو كان حاجة القانون اقدم قديمة، بيطبق. يعني الناس اللي كانت 2008 لا ادخل 95 عادي مبادئ خليها، اقل ما بكتير. عنديش دكتور مشكلة. احمد، دكتور سيف عايز يكمل معاك كلام بس. اتفضل. بعد اذن حضرتك، هو القانون كان بيطبق لغاية 2008، قانون رقم 17 لسنة 2019، لكن جه نعم. التعديل اللي هو رقم 1 لسنة 2020 2020. وفتح، ما ربطهاش دكتور سيف، هو ب 2008. انا الحقيقه مش متاكد ان الموضوع ده واضح في ذهني، لان انا سمعت انه فتحها وبعدين رجعوا قالوا قفلها، وانا سمعت السيد الحتة المعالي دي رئيس فيها وزاره التنميه المحليه بيقول في التلفزيون، انا سمعته، مش حد اللي قال لي يعني، سمعته في التلفزيون بيقول لا ما بعد 2008، حتى بعد القانون ما كان صادر اللي هو حضرتك طب بتشير اليه خلينا، بتاع 2020. انا سمعت المهندسة يعني فيسا هاشم بتقول ان القانون فتحه وما لناش علاقة خالص ب 2008. ما هو في رأيين حضرتك. ما هي أهمية، بص يا دكتور سيف، المباني الأقدم زي ما الأستاذ إبراهيم بيقول دلوقتي، هتلاقي صاحبها مشتري المتر مثلا ب 1000 جنيه ولا حاجة. بالظبط بالظبط يا دكتور. طب سامحه ازاي هيدفع بقى عليه القيمة دي؟ غرامة 1000 جنيه إزاي يعني؟ ما هي دي مشكلة. أو لو أنت كلمت صاحب البيت اللي باعها ب 1000، هيدفع غرامة 1000 إزاي؟ يعني برضو في عدم تساوي في المعاملة بين الناس، ما بين واحد باع حاجة ب 8000 جنيه وعليه غرامة 1000 جنيه، وواحد أصلاً بيحب 1000 جنيه وعليه غرامة 1000 جنيه برضه. بالظبط يا دكتور يعني بالظبط لازم يدخل بقى معامل يمثل عمر المبنى في القصة دي. بالظبط. او دي أمور الحقيقة ما كانتش واضحة ساعة ما اتحطت الأرقام دي. بالظبط او يرجع كمقترح
ممكن يرجع بالتاريخ، هو اصلا الراجل ده اشترى الوحده دي سنه كام؟ كانت بكام المتر؟ يعني حسبه سهله. طبعا ايوه طبعا، ما هي لان انت ما بتقول لهم كده بيقول لك لا انت هتدخلنا في لغط هيجيب عقد بقيمه قليله. لا طب لا، لا ما هو في هم تقييم. احنا مالناش، احنا مالناش دعوه باللي هو بيجيبه. انت بالظبط، حضرتك اذا كنت بتعتبر البنش مارك بتاع سنه مثلا 16 تقدر بالظبط. تنزل ترجع لورا او تطلع لقدام. ايوه بالظبط كده بالظبط. يعني خد البنش مارك هو بتاع سنه صدور القانون، القانون صدر سنه كام اللي هو بتاع المصالحه؟ السنه بتاعته هي الارقام اللي احنا بنقول عليها، تقدر 2019 تزودها لقدام وتنقصها لورا. بالظبط. فده فهمت. سهل يعني، تعمل لها معادلة. ما بتش... بس ده يبقى اكثر عدلا للناس الحقيقه. بالظبط طبعا. لان كده يعني الموضوع ما فيهوش برضو يعني. هي كانت المشكله ابراهيم بيه انه الامور ما كانتش واضحه عند التشريع في الحقيقه، فما الامور كانت ما كتير يعني، كانتش هو زي ما واضحه. الدكتور سيف كان بيقول في ان قضايا الملف مختلفه كبير كتيره الحقيقه. بس هل وكان نقدر مطلوب يخلص نرجع في وقت معين. نعيد الحساب تاني؟ هل في وقت لإعادة الحساب مرة مفيش أخرى؟ تعديل بقى واحنا ماشيين. مفيش وقت يا دكتور، ده خلاص ده يعني 30 نعدل واحنا اكتوبر، ماشيين. 30 اكتوبر خلاص، ده احنا أنا فاهم، مش النهارده قصدي، 3 اكتوبر، فاضل 27 أنا يوم. قصدي إيه، لو في مقترح للتعديل ما يتعمل واحنا ماشيين. يعني ما هم أول ما أنتوا أول ما قيمتوا على الريف ما كنتوا هو مقيمينها بقيمة، النهارده بقت القانون ده كلها مؤقت حضرتك، طلعوا. خلاص هيقف يوم 30 اكتوبر، القانون ده هيقف خلاص، قانون لا ما مستحق. انا قصدي يا دكتور سيف، القانون المواعيد زي ما هي ماشيه، والناس دافعه لكن ال التعديل في القيم 25% بقى. على الوضع الحالي، ويحصل عليها تعديل بعدين، طبعا ده بحيث كده انه تمام. هتكتشف بقى ان اللي كان دافع 25% يمكن اصبحوا 50% لما انت نقصت ايوه بالظبط، الارقام. وده كويس. زي بعض وده يبقى زي كويس بعض، جدا، وده ماشي كويس يا زي دكتور، بعض، ما يجراش حاجه، ده كويس. هيكمل بقى الباقي اللي فاضل له يعني. بالظبط وده يبقى مور فير انف، يعني يبقى في عدل كبير. بالظبط طبعا، هيبقى بالظبط توزيع اكثر عداله لو انت صح، دخلت المباني القديمه. مظبوط يا دكتور صح. صح هي كده. المشكله الرئيسيه الحقيقه في الحاجات القديمه اللي كان ثمنها يعني اقل بكثير من الايام دي. وبالتالي طبعا احنا لما عملنا القيم دي احنا كان في ذهننا الوضع الحالي، يعني مظبوط. سنه بنتكلم على هو سنه سعر 17 بدلوقتي 18. يعني، سعر ب 18 19، لكن ما كناش واحد بنتكلم شاري على حاجه دوبلكس من قديمه 20 كده يعني. سنه. انت عارف حضرتك لا دي كان حلها وهم بيعملوا كده، كانوا عاملوا زي ما حضرتك بتقول المعادله دي، ان انت شاري من كام سنه، من 19 تنقص كام في الميه كل سنه، يبقى انت كذا. ايوه ده كنت سهل هتلاقي ان جدا العقار عمله. القديم ده عمر قيمته ما كانت هتتجاوز 300 جنيه في المتر، او اقل كمان، طبعا 200 جنيه. طبعا هو ده كان الحل كده. لكن بالظبط اصل المشكله خلي بالك سيادتك ان العقارات القديمه دي ما جاتش الا بعد التقييم. مظبوط. يعني لحد ما التقييم ده اتعمل ما حدش كان بيتكلم على العقارات القديمه، احنا كنا متصورين بنتكلم على العقارات الحاليه. ما ظهرتش مساله مش الحاجات هترجع، القديمه مش قوي هترجع دي. كتير كده. طبعا. فما دام رجعت كتير كده يبقى الواجب الحقيقه يحصل تعديل بقى، وتعديل ممنهج، مش بس مبني على قوله 10% و20% و30%، انما زي ما بنقول ايوه معادله بالظبط كده. تربط الزمن بالسعر. انت حضرتك عارف يا دكتور، يعني يمكن حضرتك الدكتور سيف اكتر ناس تلمسه اللي هقوله لحضرتك ده. انت ممكن تشتري في مبنى الشقه اللي قدام بسعر واللي ورا بسعر، طبعا يعني في طبعا نفس المنشأ. طبعا فدي ما طبعا يفهمهاش غير مقيم، يعني حد طبعا فاهم يعني ايه تقييم. يعني حضرتك طبعا. عشان حضرتك من وضعي اسس التقييم العقاري في مصر، فانت عارف. بس يا ابراهيم بيه خلي بالك سيادتك انه انت لما بتتكلم على 1.5 مليون حاله علشان تقدر تفرق بين كل شقه والثانيه بالشكل ده، انت بتتكلم على عاوز لك حوالي مش اقل من 20 سنه ده 20 عشان سنة، ده تحل كويس كل كمان يا دكتور. ده 20 تحل سنة، ده 20 سنة كويس يبقى لمنا ايدنا يعني. يبقى ما ينفع عبال ما تعمل اخر حاله يكون اول حاله اتغيرت، ماشي. بس فما ما هو ينفعش، يعني على ما نقدرش الأقل نعملها حاله حاله. فاحنا كنا ماشيين على الأقل يبقى في حاجة وسط، يعني تبقى ماسكة العصاية من النص، يعني يبقى لا ده الضر ولا ده الذبح، يعني بين الاثنين يعني في التقييم. بص هو بالامانه يعني احسن حل انك تمشي برقم متوسط. بالظبط بس تراعي الزمن. احنا ما راعيناش الزمن في الحقيقه، لان ما حدش جاب سيره الزمن. كنا متصورين بنتكلم على عقارات حوالين رقم 18 على فكرة. 2018 يعني. على فكرة انا اعتقد يعني واحنا الثلاثة كده واحنا مع بعض يعني على الهوا، ان ما حدش خالص في مصر اتكلم في الموضوع ده خالص. لا 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 طبعا نهائي، ما حدش اتكلم في موضوع الزمن ده، ان احنا نشوف عمر العقار ده كان معمول امتى لا ما حصلش، وكان بكام. ما حدش اتكلم في النقطة دي ما خالص، حصلش. كله بيقول لك ده كتير. طب كتير ليه؟ لا هو كتير. فاهم قصدي؟ أي. يعني ما حدش ناقش عنصر الجزئية الزمن دي. ده عنصر مهم لا جدا، لا وده عنصر علم. يعني احنا بنتكلم طبعا في علم، اساس طبعا علمي، ما بنتكلمش صحيح في حاجة صحيح. وجهة نظر يعني.
نعم فتفرق طبعا. ماشي يا دكتور، احنا طبعا سعداء جدا بمداخلتك العظيمة دي معانا، وما زلنا على وعد انك تطلع معانا في حلقة قريب ان شاء الله. شكرا شكرا دكتور. ميرسي يا دكتور. تحت امرك يا دكتور. شكرا يا دكتور. تحت امرك يا دكتور. شكرا. يعني انا قصدي ان احنا ليه بنجيب حد متخصص زي حضرتك؟ عشان يقول حاجة للناس تفيدهم، سواء للجهات المسؤولة في الدولة طبعا، أو للمواطن يفهمه ده ينفع ده ما ينفعش. تحقيق العدل. أيوه بالظبط. تحقيق لأن عدل. أنت مطلوب إن أنت ترضي كل الناس. يعني بترضي ربنا قبل كل الناس. بالظبط. أنت اللي أنت شايف إن هو صح بالعلم طبعا صح يمشي. صح. يعني مثلا النهاردة، يعني أنا أسأل حضرتك في في, في 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 حاجة مثلا. النهاردة مثلا أنت جيت سعرت القيمة، قلت دي قيمتها كذا، كويس. طيب الراجل اللي بنى مخالف مثلا في المدن العمرانيه الجديده، المجتمعات العمرانيه الجديده، ويمكن ده اكبر لغط موجود في المجتمعات العمرانيه الجديده كلها، يا اما عدد الوحدات في الدور، يا اما الـ الروف او الدوبلكس يا البنت هاوس. بالظبط. طيب النهارده، طب الراجل اللي ما خلفش، طب هو يعني الراجل اللي ساب المنشأ زي ما انت قلت له، ولا عمل دوبلكس، اللي سمع الكلام، اللي سمع الكلام، طب الراجل جاره ده خالف وباع وبنى وخد مكافأة، كسب وخد مكافأة وخد كمان حاجة تقول له ان دي بقت مشرعة، يعني النهاردة هو هياخد شهادة ميلاد لهذا الدوبلكس، كانت ميزة نسبية. بالظبط. وانا راجل جنبه ما عملتش كده وسمعت الكلام. بالظبط. المفروض بقى انا يبقى لي شكل لان انا ادخل بطريقة قانونية، كويس، في شكل ان انا اخد رخصة مميزة او استثنائية للجزئية دي، ادام انا ينفع اعمل كده. بالظبط. سواء كانت للروف او للدوبلكس. بالظبط. يعني اعتقد ان دي يعني حاجة برضو مربع ناقص في الـ في الـ في الـ في الخريطة. بما ان انا اللي خالف صرحت له ووافقت له، يبقى اللي ما خالفش من باب اولى، اللي هو سمع الكلام اديله الميزة دي. تمام. انت بقى في وجهة نظرك كمقيم، اه، ان الميزه دي تبقى كام في الميه؟ يعني كام في الميه؟ يعني النهارده ساي مثلا هو بيتصالح ب 10 جنيه على المتر مثلا، التاني بقى اللي ما خالفش ده يدفع كام؟ 50%. 50%. طيب لانه سمع الكلام، عشان هو داخل شرعي، اللي ياخد المكافاه مش المذنب، البريء. 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 بالزبط. ده بريء، سمع الكلام من دي 1 وما عملش حاجه غلط، ياخد مكافاه. مكافأة تشجيعية، تخفيض في المخالفة 50%. تمام. لكن اللي خالف وانا مسكته وهو بيخالف، يعني واحد بيسرق وانا مسكته وهو بيسرق، دفع المخالفة، لكن ده قاعد محترم وسمع الكلام، ياخد مكافأة 50%. اوكي. كحافز طبعا ليه ان هو ما خالفش. ميزة تشجيعية عشان اشجع الناس انها ما تخالفش. طيب انا بقى عايز اسالك سؤال مهم جدا قبل ما وقتنا ينتهي، الحق يعني احنا قبل الهوا كنا بنتكلم في الجزئيه دي. الناس اللي بتشتري وحده سكنيه النهارده او ايا كان شكل الوحده، ايه المهم اللي هو يراجعه عشان يعرف ان الوحده دي مظبوطه ولا لا؟ اول حاجه الارض تبقى ملك الراجل اللي بنى عليها هو شخصيا. طبعا. تمام. يعني ملكية الأرض اللي عليها المنشأ. طب والأرض اللي عليها توكيلات؟ التوكيلات دي مشاكل قضائية ومشاكل محامين ولا تنتهي. الأرض اللي لأنها تبقى مسجلة من توكيل لتوكيل لتوكيل لتوكيل، لعلم حضرتك المجتمعات العمرانية كلها توكيلات. الأرض اللي ملكية ثابتة وملكية تامة هادئة قائمة، بيبقى سعرها غير الأرض اللي عليها توكيلات أغلى. طبعا. تمام. طبعا. طيب. لانها ارض اصيله. يبقى الجزئيه الاولى ان ورق الارض يبقى مسجل. طبعا ده اساسي. الجزئيه الثانيه بقى الرخصه، رخصه المباني، لازم يشوف رخصه المباني ورسومات الرخصه، والرسومات تكون مطابقه التنفيذ، لان هو لو رخص وبنى حاجه غير الرخصه يبقى كده خالف. طب هو هيفهم ازاي بقى؟ يعني المواطن اللي بيشتري، حضرتك راجل مهندس كويس جدا تفهم ده كويس، الراجل بقى اللي بيشتري ده يفهم منين ان دي مطابقه الرخصه ولا مش مطابقه الرخصه؟ قول لحضرتك حاجه، انا بشتري منشا بخمسة ستة سبعة مليون جنيه، مش قادر اجيب مهندس يبقى معايا في الخطوات دي يبص وياخد اتعب. اوكي. زي ما يعني بقينا بنجيب محامين. طبعا.
تمام. يعني انا النهارده بنروح نشتري عقد، بنشتري مستشار قانوني. بالظبط. انا النهارده هدفع 5 6 7 8 مليون جنيه، ما اجيبش مهندس ياخده 2000 3000 جنيه. اه يبص على حاجه، ده شيء طبيعي. طيب دي جزئيتين. طيب في شراء العقار له كذا اتجاه، في الاستهلاك او الاستعمال، تمام، وفي الاستثمار. الاستثمار ده يروح في كذا اتجاه، يا اما ان هو سكني فهياخده يأجره او يعيد تأجيره، او جزء تاني اللي هي الاداري او التجاري، وده بيبقى حاجه بتعمل ماني باك لقيمه الوحده. بحكم بقى ان حضرتك مقيم، يعني خلينا نروح للجزئيه دي. لو حبينا نرتب اماكن للناس نقول لهم هنا افضل، يعني خد في افضل دي في استثمار إيه؟ اعلى، سكني ولا تجاري ولا اداري؟ لو بنتكلم في في في, في سكن، لو هيشتري سكني ويعيد ايجاره كماني باك استثمار. سكني لو بنتكلم في القاهره يبقى اعلى حاجه في الاتجاهين. اصلا احنا عندنا شرق وغرب الناس نوعين، تمام، ناس اتربوا في الدقي والمهندسين، والمهندسين بيحنوا الاكتوبر وزايد، تمام، امتدادهم العمران الطبيعي، وناس اتربوا في مصر الجديده ومدينه نصر والمعادي بيحنوا للتجمع والشروق، تمام، ده جنب وده جنب. فانا شايف ان الجنب بتاع اكتوبر وزايد الافضل فيه زايد. تمام. زايد يعني مدينه الشيخ زايد افضل اتجاه في الاستثمار في الاتجاه ده. في الجنب التاني بقى، واعتقد هيعقبها في الجنب ده سفنكس الجديده لما تكتمل. طبعا، بس سفنكس لسه في الاول. يعني بقول لك يعني دي اللي هتعقبها في العوائد الاستثماريه، يعني المنطقه دي هتبقى واعده جدا هي والحزيره بعد ما تكتمل. تمام. بعد ما تكتمل. الجنب التاني طبعا هنبص للجلاله، هنبص للعاصمه الاداريه الجديده وللتجمع الخامس. تمام. فهمت قصدك. ده الترتيب بتاعهم. بالظبط، الجلاله، العاصمه الاداريه الجديده، التجمع الخامس. ده على نظرتك المستقبليه ان الجلاله دي هتبقى مكان الناس تعيش فيه طبعا، زي العلمين الجديده، مش هيبقى مكان يروح يغرق. الجلاله هتبقى 7 ستار. الجلاله مدينه 7 ستار. يعني دي توقع ان هي تبقى حاجه في قمه المنظومه العقاريه في بالزبط. مصر. بالظبط. والعاصمه في السكن. طبعا دي هتبقى بتدمج بقى بين السياحي وبين السكن. بالظبط. بين الاثنين. بالظبط. تمام. طيب ورؤيتك بقى لـ 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 لمستقبل المباني الاداريه والتجاريه راح فين؟ هي المباني الاداريه والتجاريه هتنسحب من وسط البلد ومن الزمالك، كل ده هينسحب تماما، هيروح في المدن الجديده. هيروح في المدن الجديده، اولهم في العاصمه الاداريه الجديده، اولهم هينقلوا، هتتنقل مع نقل الجهات الحكوميه ومع نقل المنظومه. العاصمه الاداريه الجديده هي القمه بتاعت الاسعار. هي دي اللي هيبقى فيها البوم. طبعا. تمام. طب وانت ليك يعني انت تخيلك مثلا النهارده، يعني انا كنت بتكلم في الكلام ده بس طبعا دي حتتك، فانت تقول نسب الريت بعد ما الحكومه تنقل والسفارات تنقل ويبتدي المنظومه تشتغل والجامعات اشتغلت، والجامعات تشتغل تكتمل بقى، يعني شكل الداون تاون بتاع العاصمه الاداريه يكتمل ونسبه الاشغال تعلى. تخيلك بقى، اصل خلي بالك الماني باك هناك هيبقى عالي، الناس مش مدركه. لا طبعًا. لان الايجارات هتبقى كتير جدا، يعني عليها طلب اكتر بكتير. عليها طلب كتير. بالظبط، لان الناس اللي بتشتغل هناك هتبقى في خبراء وفي ناس دكاتره وفي ناس هتغير مكانها، فمش هيبقى لسه عندها بيوت فهتبقى عايزه تاجر. بالظبط. فاكيد ان هي هيبقى لها يعني اداه جذب كبير مختلفه وآليات مختلفة. تخيلك بقى ك ك ك كرؤية الجامب دي تبقى قد ايه؟ تبقى كام في المية؟ يعني الريت، انا النهارده مشتري مثلا سي المتر ب 10,000 جنيه في شقة، تغلى تبقى بكام؟ سنويا الفترة الجامب الأولانية، أيوة، اللي هي أول ما التشغيل يشتغل وتبتدي بقى العاصمة تنور يعني والناس تقعد. الجامب كل قد ايه؟ كل سنة؟ كل سنة. كل سنة 15-20% في الرينج ده. تخيلك كده. طب والجلالة؟ لا، الجلالة أصلها بتخاطب طبقة تانية، إليت أكتر، الإليت قوي. ف ممكن توصل 25% تعلى. لأنها حاجة أندر، حاجة 7 ستار. أوكي. عشان كده أنت تخيلك إن هي تبقى أعلى. طبعا طبعا. طيب أنت برؤيتك بقى، انت تنصح الناس ان هم يستثمروا في اي شكل من اشكال العقار بحسب راس المال؟ اصل في واحد معاه 10 مليون، في واحد معاه مليار، في واحد معاه 100 مليون، حسب حجم راس المال هو اللي يحكمني. لا مش قصدي،
يعني قصدي ايه، انت النهارده ساعات بيبقى نفس القيمه موجوده، ممكن يشتري بالقيمه دي مثلا فيلا، او يشتري بيها محل، او يشتري بيها يعني. احنا كمان بقى عندنا بس ظاهره جديده اجدد من دول الاثنين، المباني الطبيه. طبعا يعني بقى في منشات كامله مبنى طبي بيبيعوا عيادات، اصحاب العيادات ما بقوش دكاتره، اصحاب العيادات بقوا ناس عاديين زي بالظبط، حضرتك، صح بيشتري عياده واجرها او مظبوط مستشفى مظبوط. ويأجرها عيادات. فحضرتك شايف ده في الفيوتشر فين؟ بس لازم اعرف حاجه، ان تكرار نفس الاستخدام في زون واحد قد يضر الاستخدام، لانها توصل المنطقه لحاله تشبع. يحصل فيها عرض اكتر من الطلب. بالظبط، يعني لو منطقه وصل فيها تشبع في الاستخدام الطبي، هيبقى اي واحد يفتح بعد كده هيبقى مفيش طلب عليه. اوكي، هيبقى الاقبال مش عالي. فانا لازم اشوف درجه الاستيعاب والطاقه الاستيعابيه للمكان للنشاط ده. مدى ان هي تتقبل بالظبط، تعلى ازاي. عشان تبقى عامل جذب مش عامل طرد. اوكي، فهمت قصدك. طيب، في حاجة أخيرة بقى عايز أقول لك عليها سريعا كده، برضو ليها علاقة بالتقييم. أنتوا لما بتقيموا بتحطوا شروط، الشروط دي بتتاخد في منظومة التمويل العقاري. كويس كويس. ما زالت الجهات التمويلية البنكية بتتعامل مع العقار إن هو سلعة مش آمنة، وأنا مش عارف ليه. يعني النهاردة أنت تجيب عربية بالتقسيط والبنك يمولها لك أسهل ما تجيب شقة. ايوه، ليه الآلية دي لا مش لان سهلة؟ لا يعني ليه حضرتك، الآلية دي؟ اصل الحجم ده غير الحجم ده. لا ما تفرقش، البنك ممكن يقول لك عربية ب 2 مليون جنيه، وممكن يقول لك شقة ب 2 مليون جنيه. نفس الحجم. وبالعربية إيه؟ يعني العربية 48 ساعة تبقى واخدها. مفيش أي مشكلة، يعني الليونة أو السهولة إنك تمول عربية أسهل إنك تمول اسهل الشقة بكتير. من مع المسكن. إن أنت ممكن تأمن الاتنين زي بعض. يعني بالعكس، ده العربيه قيمتها بتقل مش بتعلى. يعني والعربية العربيه ممكن اللي بيأمنها لك التأمين، التأمين، لكن لو ممكن وقع عليها العربية عمود نور في الشارع بالظبط. العربيه راحت، لكن الشقه اكيد مش هيقع عليها عمود نور. يعني فاهم قصدي؟ ليه انتوا بقى كجهه تقييم ما تبقوش شكل من اشكال الاطمئنان للجهات المصرفيه البنكيه ان هي تطمن انها لا هو تمول في ده؟ التقييم دوره ان هو بيقيم الوحدة، لكن مش شغلته ان هو يطمن البنك او لا يديله مش قصدي، اطمئنان، لا او مش قصدي، مش يعني دي قصدي. مش شغل التقييم. لا هقول لك ليه انا قصدي التقييم. انت النهارده تعالى نعمل كيرف بياني، كويس قول العربيه النهارده اشتريتها بمليون جنيه، تمام. كمان سنتين ثمنها كام؟ الشقه انت هتمولها لي بمليون جنيه، كمان سنتين هيبقى ثمنها كام؟ هتزيد هتزيد. طبعا الانكريزنج ده يطمنك انت كجهه تمويليه طبعا. انك تمولني. بالظبط. خلاص. الجزئيه الثانيه دي، العربيه قيمتها بتقل وموديلها بيختلف، بالظبط. الشقه لا. تمام. الحاجه الثانيه الاكتر، ان العربيه كل ما امنها لك شركه تامين، يعني لما امن لك العربيه انت مش خايف عليها في الشارع بالظبط. انها تعمل حادثه، شركه تامين ما بالك دي وحده ثابته. يعني ثابته. فاهم قصدي؟ يعني انا قصدي ايه، ان التقييم يبقى اداه تطمين للجهات التمويليه ان الانكريز هنا عالي والريسك زيرو. فين الريسك؟ مفيش ريسك. انا اعتقد العمليه مش عمليه تقييم، العمليه ان الكونسترينز اللي على البنوك والقوانين اللي بيحطها البنك المركزي بيخلي البنك مغلول، يعني واخد حضرتك، مكبل. يعني البنوك مش حره، عندها قواعد وعندها اسس وعندها ضوابط وعندها بس استعلام. انا قصدي ان هم فضلوا يسهلوا لما بقت العربيات حاجه سهله، سهله جدا، لكن ده ما حصلش مع ما المسكن. حصلش مع العقار. هو بقى ده السؤال، ليه ما حصلش مع العقار؟ لا يعني بقول حضرتك، في ضوابط حاططها البنك المركزي على البنوك، مقيده. مقيده، يعني محفظته مثلا ما تزيدش عن 5% في مجال الاسكان. يعني في كونسترينز حاططها البنك المركزي على البنوك في مجال الاسكان، مش حاطط نفس الكونسترينز في مجال العربيات. بالظبط، فالبنك مكبل، يعني متكتف. هو كل البنوك بتخضع للبنك المركزي. طبعا. بس هي دي القصة. انا قصدي يعني ايه، القصة يعني مش قصة مقيمين، القصة قصة قواعد وأسس وضوابط بيحطها البنك المركزي عشان يضمن السلامة لعملية التمويل.
طيب وجهة نظرك بقى الشخصية والعملية، السوق العقاري عشان يحصل له يعني يجري او يحصل له انطلاق، هل التمويل ممكن يقوم بدور في ده؟ اقول لحضرتك حاجه، بره مصر التمويل العقاري يمثل كام في السوق العقاري؟ 100%. ها؟ 100%. في مصر النهارده التمويل العقاري يمثل كام في المية؟ التمويل العقاري الحقيقي ولا اللي شبه التمويل العقاري؟ لا الحقيقي. الحقيقي لا يتجاوز 20% لو جابهم. ده 20 دي. ده لو جابهم. دي 20 وأنا دي. وأنا آسف في الكلمة ومع احترامي لكل المقيمين اللي في مصر ولكل البنوك اللي بتعمل تمويل عقاري في مصر، يعني كل الجهات اللي مختصة بالتمويل. إحنا أغلب التمويل اللي عندنا تركة موروثة جوه البنوك من وحدات أخدها نتيجة إنها كانت ضمانات بنكية. محفظة. وبيعيد بيعها هو مطمن لأنها حاجته، فبيبيعها لك بالتقسيط زي ما هو عايز، بيحط عليها الإنترست بتاعه في شركة تمويل عقاري ومطمن. بالزبط. لكن تمويل حاله من زيرو لحد فوق، هو ده اللي انا بقصده، ده لن يتجاوز 10%. بالظبط، ما يعديش. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان التمويل العقاري في مصر فيه معوقات كتير قوي، اهم معوق ليهم ضعف دخل المواطن المصري. ضعف، يعني خلينا بقى نقول دي عشان احنا قربنا نخلص. ضعف الدخل المثبت. وهي دي المشكله طبعا، ان انت ممكن تلاقي واحد ميكانيكي في الشارع بيكسب 20000 جنيه بس بيكتب، بس ما يقدرش يكتب لك ان هو يقدر يدفع، ما عندوش ضرايب اصلا. ما بيدفعش ضرايب. بس هو ما يقدرش يثبت لك ان هو يعرف يدفع 16000 جنيه في الشهر. لا، ودي ليها حل، يعني دي ليها حل، ان انت تخرج دايره الضمانه الشخصيه للمصدر الفلوس، لان الوحده تبقى هي الضمانه. بالظبط، يعني انت هتديني الوحده. أيوة، انا عملت حاجه، غير بقى حاجه في التشريع بسيطه كده كويس، ان انت تسحب الوحده كانها قانون جديد، زي بالزبط. تبقى التمويل تاجيري. بالزبط. يعني اجرها لي 20 سنه، فضلت 20 سنه انا مؤدب وكويس بدفع، اديها لي، ما فضلتش خلاص خد. خلاص بالسلامه. بالظبط، خد اسحبها. صح. فاهم قصدي؟ لا طبعا دي صح. فده الحل. دي مش صح. ان انت تبقى شايف بقى ان هو يجيب الفلوس منين، هو يدفع. لا. مش هيدفع خلاص خد. ما هي دي مشكله التمويل العقاري في مصر، ان هو ضعف دخل المواطن المصري المثبت. ايوه. وما زال الفايده على التمويل العقاري برغم كل الاغراءات، قرض بنك شخصي. هو قرض شخصي. ده مش مارجج، ده مش تمويل عقاري. الفايده الفايده الانترست عالي جدا. عالي. طب عالي جدا. المفروض التمويل العقاري يبقى 2.4 2.2 1.5 1.5. بس ده يجي امتى؟ ينفع تعمل ده امتى؟ لما تبقى الانترست في البنوك زيرو. بالظبط. يعني هو الحل ان انت تخفض فايده البنوك تاني. ده لما تم التخفيض اللي فات ده نسبه قليله جدا، الناس صوتت. انا عايز اقول لحضرتك ان في كندا يعني اخر ريت عاملينه زيرو 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 نصف في المية، اللي هي يا دوب المصاريف الاداريه. واليابان. يلا خير. طبعا انا سعيد جدا باللقاء العظيم اللي كان معاك ده يا دكتور. اسعد مع حضرتك. الله يخليك، ونتمنى طبعا نعمل حلقه تانية نكمل فيها الملف، لان الملف يعني لا ملف كبير مليان جدا، ومحتاجين ان احنا نوعي الناس ونقول لهم، وبرده نوري الـ 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 المسؤولين في الدوله في نقط ما يسرهاش غير متخصص زي حضرتك، ما يوضحهاش غير حد فاهم، عشان دي حتته. فاهم قصدي ازاي؟ لان زي ما احنا شفنا الملف ضخم، ففي حتت جواه رفايع وفي عراقيل وفي تفاصيل كتير، عايزه حاجات عايزه تتفك وتمشي الدنيا، وعايزه وقت. وعايزه وقت طبعا. عايزه تفهم، لان القانون جه بسرعه 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 بسرعه، ما لحقش حد يتابعه يهضمه. يعني كان في حد بيقول راي واحد تاني يقول راي تاني في التلفزيون. بالظبط. وده جهه حكوميه وده جهه حكوميه، وبيقولوا رأيين مختلفين 180 درجه. طب المواطن يعمل ايه؟ تمام، احنا بقى نوضح. طبعا. بالظبط. طبعا. ماشي يا دكتور، انا سعيد جدا بلقاء حضرتك، ونشوفك ان شاء الله على خير. اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار، هنا وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم النهارده، الى ان نلقاكم السبت القادم 9 مساء، نترككم في رعايه الله.